المتصل القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلى علي بالحاج في خرجته غير المرخصة داخل مسجد بالقبة والتي يعمل من خلالها على استمالة من يحضرها بطرق ساخرة. هذه المرة تطرق بالحاج إلى قضية ظهور اللاعب الدولي ميسي في الومضات الإشهارية، حيث اعتبر ظهوره في الومضات استهزاء بالشعب. سمعتوا في بريطانيا يحكيهم بالدراهم هكذا يوزعوا بالدراهم؟ استاذ في 30,000 منجمولوش، هاي فرنسا 100,000، هاي كرة القدم في أوروبا. ميسي عاقبوه في بريطانيا في إسبانيا وقالوا له مد الضرائب، يروحوا هذا جماعة عراوراوة يديروا معاه ماذا؟ يديروا معاه هذاك الإشهار، يعملوا له الإشهار تسمى الشيء اللي يمدوا الضرائب لها يعاود يخرج من عندنا احنا، بايد لنا هكذا براسه. وباردة ضحكة باردة ماشي من قلبه، قاعد تعب راحة ما ادري هكذا. وسخروا بينا